السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على بروتوكول CIC بيم بروتوكول. البروتوكول بتاع البيم هو إيه؟ هو بيحدد مين اللي هيقوم بالمهمة ديت وهيقوم بها إمتى وإزاي. ففي بعض الحاجات الأساسية لازم تكون موجودة، تعريفات بحيث إن لو في اختصار معروف الاختصار ده يقصد بيه إيه. يعني مثلا CIM مقصود بيه مثلا City Information Modeling، فنبقى عارفين إحنا نقصد إيه بالاختصار دوت. تحديد أولوية وساق العقد، تحديد التزامات صاحب العمل، تعيين مدير المعلومات، تحديد واجبات مدير معلومات البيم، تحديد التزامات أعضاء فريق المشروع، كيفية إنتاج النماذج البيم، توفير إطار لممارسة العمل التعاوني، تبادل البيانات الإلكترونية، التشغيل بين هنقدر نتبادل المعلومات إزاي، حقوق الاستخدام، ترخيص المتعلقة بالأغراض المسموح به، القيود المفروضة على المسؤولية المرتبطة بالنماذج. لما كل الحاجات دي واضحة ده بيوفر مشاكل كتيرة جدا ممكن تحصل في المستقبل. من أشهر البروتوكولات بروتوكول CIC بيم بروتوكول في بريطانيا، ده اتفاق قانوني تكميلي بنبدأ نستخدمه، بيبقى نقدر نحمل الملف ده مجاني ونقدر نعدل فيه بحيث نوضح التزامات وحقوق لصاحب العمل او والجهة اللي هتعمل الموديل، مين اللي ليه حقية الموديل، مين اللي ليه حق الاستخدام، ايه الكود المفروض على استخدام الموديل. فهو مختص بالمستوى التاني من نموذج البيم. ليه النموذج البيم المستوى التاني بيبقى كولابريتيف بيم، يعني بيبقى فيه كذا موديل وبنقدر نشتغل مع بعض في بيانات مشتركه. ف واضح جدا مين هو المؤلف الاصلي للمعلومات. المستوى الثالث انتجريتد بيم، كل النماذج شغاله على موديل واحد، فده هيلغي الحدود بين المستويات. فهي البروتوكول دوت بيبقى عبارة عن زي عقد بيمد عليه صاحب العمل والمهندس والمتعاقد، المقاولين بالباطن، الموردين، الأشخاص اللي هم هيساهموا في العقد. فبنحاول نفهم ايه هو الالتزامات لكل واحد فيهم، ايه القيود، ايه الحاجات اللي المفروض ان هو يلتزم بيها. وهو بيكون بنحاول في اثناء كتابه العقد ان هو يكون ليه الاسبقيه في حاله النزاع او اي مشاكل. نرجع للبروتوكول CIC. طبعا في بروتوكولات تانية زي الفيديك مثلا بتحاول نفس الحاجه، بحيث ان ممكن لو انت اجتهدت وقعدت تكتب حاجه من نفسك يكون في حرف يفهم باكتر من طريقه او حرف يدي معنى اخر. فعشان كده الافضل ان احنا نجيب البروتوكول دوت ونبدا نعدل فيه، نفهم هو عايز ايه بالظبط ونبدا نشتغل بيه. هو سهل جدا مفيهوش اي مشاكل ان شاء الله. لو بدانا نفتح كده CIC بين بروتوكول هنلاقي ان هو صادر من Construction Industry Council CIC. وبيبدا يقول لك ان انا موجود او جزء من الاستراتيجية بتاعت البيم لحكومة بريطانيا، وتقدر تشتغل بيه في اي دولة من الدول. تقدر بدل ما تكتب عدم صفر تستعين بيه وتبدأ تكتب تاخد منه اللي انت عايزه. بيوضح طريقة العمل في الملف هتشتغل فيه ازاي، تقدر تاخد الملف ده وتتعدل فيه وتكتب فيه التعديلات انت عايزها. بعد كده بيبدأ يشوف المعلومات المطلوبة، بيبدأ يعرف لي بعض المعلومات، يعني مثلا يقول لي التعريف اللي هو agreement مقصود بيه ايه هنا في الوثيقة ديت، الامبلوير مقصود بيه ايه في الوثيقة ديت، الانفورميشن مانجمنت رول، انفورميشن مانجر، كل حاجة موجودة في الوثيقة بيبدأ يعرفها لي. وبيقول لك ان البروجكت ممبر هيبقى ايه المطلوب منه، ايه الصلاحيات بتاعته، ازاي هنقدر نتبادل الملفات، استخدام الموديل، تقدر تعدل بس استخدام الموديل، ممكن تدي صلاحية اكتر للمالك او تقلل الصلاحية حسب اللي انت تتفق عليه العقد شرط المتعاقدين. تمام، فده مش لازم تاخد كوبي بيست، تقدر تعدل فيه زي ما انت عايز. وتقدر بقى تكتب كل ليفل من المعلومات، ليفل اوف ديتيل اند موديل برودكتيشن اند ديليفري تيبل، التسليمات هتبقى عامله ازاي في كل مرحله من مراحل التسليمات، الستاندر اللي انت هتمشي بيها ايه، ممكن تكتب صفحه كامله من الستاندرات اللي انت عايز تشتغلوا بيها،
تبدأ أطراف المشروع، المعلومات employer information requirement، ايه اللي الملك عايزه. ده يعني مجرد مثال، وتقدر انت تزود فيه او تعدل فيه او تضيف تشيل زي ما انت عايز، بحيث ان هو ده هيبقى وثيقة رسمية، وبتكتب في العقد الرئيسي ان احنا لو في اي مشكلة هنرجع للسي اي سي بين بروتوكول اللي بين الشركتين، بتديله اولوية عن اي ورقة تانية.